حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحاده قال اخبرني ابو حصين ان ذكوان حدثه ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا اجده قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات